عنبر كم ده ابراهيم؟ ده عنبر 2 سوق البلح، عنبر يبيع 2 مكسرات رمضان. المحل ليه رقم ولا؟ محل 41. 41. انا شايفك كاتب اللافته بره البيت المعمور، شركه البيت المعمور، شركه البيت المعمور. طيب فرجنا. طيب انا شايفك كده خدت بالك ايه، فتحت اول علبه. النوع دي اصلا ده بلح الواحات. الواحات عامله كام كيلو وكام فلوس؟ الكيلو ده هنا جمله. الكيلو بيبدا ايه من 45 جنيه الكيلو. ب 45 جنيه يعني كرتونه ب 450 جنيه، دي 10 كيلو. تمام. بالنسبه للكرتونه دي اقل حاجه اخدها هي الكرتونه كلها. في كراتين اصغر. في يعني في كراتين 5 كيلو، في علب 2 كيلو، علبه كيلو ونص. تمام. من يعني الواحات برضه. بلح الواحات. بلح الواحات. طب يعني انت في البلحه دي مثلا ايه، ضعيفه شويه ولا لا؟ ده هو بلح الواحات بيبقى بلح ايه مستوي، لكن بص البلحيه جوه ما شاء الله، ده بلح ايه طري ما شاء الله. بالك اتفضل. ده المعروف. متشكر. مشكلة. لا ما احنا لسه قاعدين مع بعض، انا هدوق هدوق يعني. طيب ماشي. عشان اقول للناس ان انا دوقت في انواع تانية. تمام. نتفرج على التاني. حاضر. لسه بناكل يا ابراهيم. طيب ايه بلح بلح الوادي ده الوادي. طيب دي بقى انا شايفها ناشفه شويه. لا دي نص رطب، نص جاف. نص رطب. ده معروف ايه بلح الوادي. ده بلح برضه 5 كيلو؟ نمرة واحد. لا 10 كيلو. دي 10 كيلو؟ في منه 5 كيلو، في منه 3، وفي علبة كيلو، في كيلو ونص، في كل حاجة، كل المقاسات. تمام. لكن دي ده بكام بقى الوادي برضه؟ تمور الوادي برضه. دي تمور الوادي. ده نزل ب 56 جنيه، بيبدأ من 56 جنيه. ب 56. هتدوقنا برضه؟ أكيد طبعًا. طب احنا كده كل علبة ناخد واحد يبقى فطرنا. ماشي؟ ماشي يا ابراهيم. ده بلح سيوة الحبايب، تبقى ايه اصغر شويه وتلاقي الطعم مختلف. مختلف للاحسن ولا عشان اصغر؟ لا بقى للأحسن. هنشتريها للاحسن يعني. الحبايب تلاقيها ايه مدياك لون فاتح شويه، لكن التانيه لون غامق. هو بس دي من الافضل الفاتح ولا الغامق في لا هما الاثنين كويسين يعني. هما الاثنين حاجه كويسه. تمام. بس ده من مكان وده من مكان، زي حاجه الداخله وحاجه الخارجه. تمام. بيبقى في بلح من التمور دي من البرحي؟ لا البرحي ده بيتعبى ايه في العلب 3 كيلو. بيبقى ايه في الثلاجات، اللي هو بيتباع ايه زي سكري، زي السعودي كده، شبه السعودي. ايوه. لكن هم السعودي. أيه. برحي مصر. برحي مصر. ايوه. احنا قلنا حتى للناس مشاهدينا في القناه السنه دي ان البرحي بيزرع في مصر دلوقتي من فتره كبيره. تمام. حضرتك قلت لي بقى دي كنوز؟ دي كنوز سيوة. سيوة. بلح سيوة. وبرضه في منها كيلو واتنين في كيلو؟ منها كل المقاسات. تبدا من 10 كيلو لحد ايه كيلو. البلحة اللي بتبقى مفتوحة كده. خدت بالك؟ والبلحة اللي ايه؟ اللي مقفولة كده. تمام. ما هو ده حضرتك بينزل من على النخلة مستوي، يعني بيتجمع بالواحدة. غير يعني ما نخافش منها يعني. لا ما نقولش مثلا ايه عشان مقفوله تبقى سليمه وعشان مفتوحه لو فتحناها يبقى فيها في رمل او مفتوح. لا ما ده هو بيتجمع في اسبيكه. انا فتحتها منها. كل واحده من غير ما تقول اكيد يبقى الف هنا. ماشي. دي في ناس عشان بتشيل الانا منها وحط مكسرات بيحشيها. يعني في ناس ايه بتاخدها دي ايه بتتحشي برضه، وفي ناس بتبلها في الحليب. ايوه ما شاء الله. يعني بيمشي كل حاجه ما شاء الله، اكل وحليب وكل حاجه. طب انت كده لغايه دلوقتي فرجتنا على كم نوع ابراهيم؟ كده 3 اصناف. اللي هي الواحات بكام؟ ب 46. تمام. والوادي ب 56. تمام. وفي دي سيوه ب 45. تمام. في حاجه طيب وفي احجام يعني اوزان اقل من كده نتفرج عليها؟ اكيد. دي الاوزان الاقل يا ابراهيم. تمام. عرفني بقى عليها كده واسعارها. بعد ال 10 كيلو احنا بصينا عليها في 5 كيلو. تمام. يعني في ايه 5 كيلو اللي بتبقى نفس المقاس كده. ال 5 كيلو دي من الوادي؟ من الوادي. من الوادي. دي بلحة الوادي. ال 5 كيلو تبقى عامله كام؟ نص المبلغ يعني 280. ماشي. انا بسألك ليه؟ لأن مثلا يعني أنا عامل فيديو عن السمنات، فالكيلو مثلا تختلف. ايوه دي حاجه ودي حاجه. الله ينور عليك. الكيلو الاقي مثلا ب 80، الاقي ال 2 كيلو
المفروض ب 160 تلاقيهم اقل. الله ينور عليك. بالظبط، عشان بيديك اختلاف العبوه. تمام. لكن انا عندي في البلح الخمسات هي هي. تمام، هو الكيلو بكذا يبقى بكذا. ما شاء الله يا جماعه، ودي بلحه ما شاء الله جميله. دي 280 جنيه. ب 280 5 كيلو، يبقى الكيلو واقف منها بكام؟ ب 56 برضه، نفس السعر ال 10 كيلو. 56. في عندك ايه بلح ايه الاسيوه؟ تمام. اللي هو ايه زي كده بس الطري. في منها ال 3 كيلو الهدي. ايوه. تمام؟ في منها بيبقى ال 2 كيلو. دي شركه ثانيه قطوف ولا قطوف؟ بس بلح سيوي. بلح سيوي. تمام. وفي منها اللي هي كيلو ونص. بكام الكيلو ونص؟ هي حتى مكتوب عليها كيلو 600 جرام، هي يعني 1600. 1600 جرام، عامله كام ال 1600؟ دي الواحده بتبقى عامله 90 جنيه. ب 90 جنيه. تمام. عندك ايه نفس زي ما اتكلمنا ايه في موضوع السمنه؟ يعني بتختلف ايه في دي من دي؟ ايوه. يعني الكيلو هناك بكام؟ ب 46 جنيه. تمام. هنا بتلاقيه اعلى شويه عشان تكلفه ايه العلب. ايوه. كلفت العلبه بتبقى من الضف على الزبون. تمام. وفي للكيلو. تمام. يعني الكيلو دي عامله ايه 42 جنيه. ما شاء كيلو. الله ما شاء الله. تمام. كيلو عامل منها 42. 42 تمام. جنيه. بس كده. تمام. لا انا شايفك لسه احنا لسه بنجهز. هنقول يعني للناس تاني مكانك ابراهيم لو سمحت، ونجيب المكسرات ونجيب كل حاجه. هنقول للناس مكانك لو سمحت مره تاني. سوق العبور. عنبر عنبر البلح، عنبر 2 محل 41، شركه البيت المعمور. ان شاء الله كل سنه. طيب برضو يعني احنا هنشوف العينات اللي جات لك من الزبيب والحاجه عشان نعرف الناس ان هنا في الشركه هيبقى ان شاء الله، الله يعني على الاقل كمان 10 ايام بتقول لي. لا على اول الاسبوع ان شاء الله، النهارده الجمعه بالكتير بكره لازم كل حاجه تبقى موجوده عشان ان شاء الله يعني المره الجايه لما نصور عندك هيبقى الحاجه كلها موجوده ان شاء الله. ان شاء الله هنستناكم على الاسبوع اللي جاي. بالنسبه لقمر الدين بتاع رمضان ان شاء الله عندنا ايه من كل الاصناف إن شاء الله. سوري ومصري. عندنا ايه بدل السوري 4 انواع، وعندنا بدل المصري 4 انواع ان شاء الله. بس حاليا في الوقت اللي العينات اللي جاتنا ايه المصري. في ده ايه توليدو، دي شركه معروفه طبعا. وفي اكرم، دي شركه سوريه. تمام. واخد بالك ده ايه في فرق في السعر كبير يا ابراهيم بين لا الفرق والسوري. مش كبير، بس طبعا ايه معروف المصري ان هو بيبقى في المتناول لايه للمستهلك. يعني انا كمان شايف السنه دي ايه هتبقى الاحجام كده والاوزان صغيره يعني علشان الوزن 400 جرام. يعني ايه الوزن 400 جرام الصنفين دي ايه مصري. واخد بالك ايه مصر الواحده بتبدا ايه الستار وريف الشام. تمام. دول مصري. الواحده ب 20 جنيه مصري. تمام. السوري طبعا 400 جرام. السوري عشان مستورد طبعا اغلى شويه. تمام. دي بتبدا ايه بتبقى ب 75 جنيه، ودي ايه ب 65 جنيه. تمام. ده بالنسبه ايه للسوري. عندنا برضو ايه الزبيب، عندنا برضو ايه كذا نوع. في بناتي. العلبه دي كام كيلو كبيره دي؟ 10 كيلو. 10. انا بقول اللهم صل على النبي. دي 10 كيلو. الكيلو ايه ب 140 جنيه. 140. عندنا عز بيبه وحاولنا ايه نعملها ان شاء الله افخم ايه من المستورد. بالنسبه للمستورد احنا عايزين ايه الصناعه المصريه تبقى افخم صناعه طبعا. حاجه ايه احسن من المستورد، انضف من الايراني، ومعمول ايه عمال ايه والله مصري. شكلها جميل يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. العبوات كبيره 10 كيلو. ما هو كتير. إيه انا عندي بيبقى عندي قطاعي وعندي جمله، هي عشان 10 كيلو عشان ببيع جمله. يعني انا لكن انا عندي قسم قطاعي، عندي اللي عايز ربع كيلو بياخد. الرفوف بالنسبه لحضرتك عندي قسم القطاعي بيبقى على اليمين ان شاء الله. كل حاجه بتبقى موجوده، اللي عايز ربع كيلو بياخد، واللي عايز كرتونه بياخد. يعني انا عندي والكلام ده برضه في جوز الهند في كل حاجه. يميش، بلح، مكسرات، اي حاجه ان شاء الله. بس كل سنه وانتم طيبين، واحنا ان شاء الله نستناكم ايه الاسبوع اللي جاي كل حاجه تلاقيها موجوده عندنا. متشكرين. متشكرين جدا يا ابراهيم. شكرا اعزائي المشاهدين، هنا تنتهي حلقه اليوم. شكرا والى اللقاء. ما تنسوناش يا جماعه في اللايك، وما تنسوناش في تشير الفيديو. عايزين الفيديوهات بتاعت التمور والبلح رمضان تلف في مصر كلها. شكرا يا ابراهيم. متشكرين قوي. شكرا. السلام عليكم. مع السلامه.